الله عز وجل قال سيدنا عيسى عليه السلام: ولنجعلن الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم الدين. صدق الله العظيم. هذه شوف الموضوع هذا، هو الصهاينه هما اللي خلقوا هذه الميثولوجي، هذه الميثولوجيا. علاش خلقوها؟ لانه التخويف يفشل المعنويات نتاع العدو. صحيح. احنا شوف لما ناخذوها بمنهجية علمية، راك معايا؟ قال هذا التيار الصهيوني، اليهود ما نهضروش عليهم، اليهود ديانا. التيار الصهيوني هذا كيفاش دار كونغري في 1848 و98، وقرر في الكونغري هذاك باللي يعلن دولة فلسطين، دولة إسرائيل في فلسطين 50 سنة. 1948 أعلنوا دولة إسرائيل في فلسطين. كيدير بحث واش تلقى؟ اسمعني، كيدير بحث واش تلقى؟ تلقى باللي القضية ما هي قضية هما أذكى منا، ما هي قضية الغرب يعاونهم، باسكو الغرب كان يكرههم باش تكون في علمكم، ما يشموهمش الدرك، ما يشموهمش، ما يحبوهمش. عندهم قضية تنظيمية، اون ديسيبلين ما تطيحش الأرض، وتفاني من أجل القضية ما يطيحش الأرض. يعني كانت جماعة الصهاينة هذه مجموعة، ماشي هي كاملة بنو إسرائيل، أي جماعة صغيرة خدمت، جماعة صغيرة وتلمت وصاوبت روحها ونجحت. نحكموا مثلا النازية في ألمانيا، النازية في ألمانيا كانوا شير ديما بعد الحرب العالمية الأولى، لكن الاتحاد نتاعهم والمبدأ نتاعهم واحد والإيمان بقضية بلادهم كدولة عظمى خلاهم ينجحوا في مام با 10 سنين، ولات أقوى دولة في أوروبا اكتسحت أوروبا. دونك لقينا باللي لا ديسيبلين، شوف لا ديسيبلين اللي امبورطون، والإيمان بقضية. كيتلم هادو في زوج تهد بهم الجبال. نعطيك ثاني حاجه اخرى باش ندخلوا في موضوع روسيا واليوكران، باسكو راه الحال شويه. سنه 2014 روسيا داروا عليها عقوبات اقتصاديه هكذا، الفرماج ولا ما عندهاش الفرماج، اللحم ما عندهاش، القمح ما عندهاش. سنه 2016 الروس اكسبورطاو الشحنات الاولى من القمح، ودركا راهم لو برومي اكسبورطاتور في العالم. إيمان بالقضيه. ماتنو قضيه الاقتصاد يا جماعه، علاش كي نقول لكم انا كاين جينوسيد في الجزائر؟ انا ما نحكي لكمش حكايه المدير الفلاني سرق وكان مخلطها مع الوزير وكان، هذو ما تهمنيش. انا تهمني الخطه الممنهجه اللي وضحها الاستعمار باش يقتل ويكرازي الشعب الجزائري ويمحي الشخصيه تاعو ويمحي له حتى لا فولونتي تاعو، الاراده تاعو يمحيها له، يرجع انسان حيواني يحوس يشبع كرشه مهما كان، يسرق يقتل يذبح يخطف يديرهم بكل ويشبع الغريزه تاعو تاع الغريزه الاخرى وخلاص. دونك انسان حيواني فاقد للوعي وللفكر. شوفوا السلاح اللي استعملوه ضد الروس ليامات هادو كامل اقتصادي. واش راح يضرب؟ راح يضرب الشعب الروسي، باش الشعب الروسي يتقلب على النظام تاعو، باش تعرفوا قوه وخطوره الاقتصاد. الاستعمار في الجزائر راهو قاعد يمارس في تقتيل اقتصادي للشعب الجزائري، تقتيل اقتصادي للشعب الجزائري. وي مسيو فريد يسعد، اوني ترافاي دارش بيه جو تاسيور. دونك وحدة السياسات ما تمشيش، عندك الحق، بس كون توحدوا مع التيارات السياسية حتى كون نغلبوا النظام هذا راح نتواكلوا بيناتنا، هذه الحقيقة. Justement. شوف il faut partager l'idée maximum. كيما قلت انا من قبل ديجا بارابور ليا انا، القضيه تاعنا قضيه الشجره.
عروقها مضروبين في الارض والورق تاعها في السماء. لازم الاكسجين، الاكسجين اللي يهبط للجزائر هو يجي من تنظيم الجاليه الجزائريه. العروق نتاعنا، العروق نتاعنا اللي تخلي الجاليه حيه هي الوطن الداخل، يعني اتحاد بين جزائريين المهجر وجزائريين الداخل، النظام هذا ينفجر ونتحرروا. متنا باش نفيتيو كاع المشاكل نتاع الدين والديانات لازم نؤمنوا بمنهج التكنوقراطيه ماشي اللائكيه. التكنوقراطيه يعني انا سامحني نكمل برك. غدوه انا يجيني انجينيور، انجينيور اللحيه تاعو رجليه انجينيور علي اون مينتونس كيما تاع الي كومبيتون، نحلوا البيبان بكل. ويجيني انجينيور ندير وولك مان في ودنيه ولا شي بانا لي باد تروك هذوك ولا ما راح يقول لهم، وإلي كومبيتون كيف كيف، ويجيني بومنغوشا كيف كيف. علاه؟ جو سوي تكنوقراط، نحوس على الكفاءات لي كومبيتونس لا برودكسيون لو ديفلوبمون باش الشعب تاعي يعيش مليح. اي اتونسيون ان سيستيم تكنوقراطيك سنا كمل لهم. شوفوا الشعب، نظام تكنوقراطي يحمي كل الحريات. علاش؟ لانه تكنوقراطي. تقول له او جاي المسيح الدجال، يقول لك كيجي عارضو عندك للدار. بور لانستون حنا اون ديسكوت تكنولوجي، حنا اون ديسكوت ايكونومي، اون ديسكوت سبيكيلاسيون، اون ديسكوت فينانس، اون ديسكوت سونتي ميديكال باراميديكال سيستيم دو جيستيون مانجمنت دي زوبيتو مانجمنت دي زونيتي لي فورماسيون فورماسيون بروفيسيونيل كومون لونسي لونيفرسيتي كومون لا فار بارتيسيبي على ليكونومي كيفاش لي زانستيتو تاعنا تكنيك اكسيتيرا دوف انتغري لي زونتربريز كيفاش اون فورم افيك دي زوبجيكتيف دومبلوا ماشي نفورميك في الجامعه ومن بعد نبعثك تكالي الحيط. وزاني واحد كيستيون سامحني خليني نكمل. شوف ديماريك دقيقه وراك معايا. قال لي واحد هضر معايا من اعز الناس عليا اليوم، قال لي حتى كنت حاب تخدم ما عندكش فاش دير بهم. قلت له شوف دوك نفهمك، نعطيك مثال. قلت له عندنا واحد وسمو انجن تاع كاشيات، قلت له كي نوفر انا مناصب العمل، كل ما يهبط للحومه الصباح يلقى جماعه نقصوا من الحومه. وين راح فلان؟ او دبر خدمه. وين راح فلان؟ او دبر فورماسيون. وين راح فلان؟ اي بان والله غير يطيش الكاشي هذاك ويروح يشوف كيفاه داروا هما. باسكو ما لازمش نحقروا عامل الشباب. الشباب هو غنى البلاد. على هذه هاد الناس يقتلوا في الشباب تاعكم باسكو على بالهم سي لا ريشيس دو بي. باسكو نيفورمي الشباب، الشباب عمره لا يقبل الخضوع. شباب فورمي واعي ما تسيطرش عليه، ما تحشيهالوش، ما تسرقوش.